بكم وشكرا على الحضور، وان كان الترحيب الافضل هو لاهل هذا الملتقى والساهرين عليه. جمعيه الدرعات للتنميه والثقافه، والكلمه لرئيسه الجمعيه السيده نجلاء الوزداني التهامي فلتتقدم. مشكورا. مساء البهاء، مساء الوفاء، مساءكم بديع وربيع المستدين. السيد رئيس مجلس الرقابة بالمثابة الخاصة تنجر بطوالك، السيد رئيس المجلس الإقليمي لعمالة تطوان، السيد رئيس بلدية مجلس، السيد مدير موقع الأنباء المغربية، السيد مدير المركز السوسيو ثقافي لمؤسسة محمد السادس، ضيوفنا الكرام، ضيفاتنا الجليلات، الحضور الكريم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. باسم جمعية الدرر للتنمية والثقافة نرحب بكم جميعا ونعلن عن افتتاح فعالية الملتقى الدولي الأول للفكر والإبداع في دورته الأولى، دورة تحمل اسما كبيرا أدركناه منذ سنوات بعيدة، اسم مغربي عربي كوني. غادر دنيانا بعد أن ترك بصمته النورية وإرثا وضاء في المشهد الثقافي والاجتماعي والفكر العربي النسوي التاريخي. على قدر قامة فاطمة المغنيسي والأسى على فقدانها، على قدر ما نتمنى أن نوفيها ولو بجزء بسيط، اعترافا ووفاء بعطاءاتها وإبداعاتها وامتدادا لصدى مشروعها الفكري الذي أخلصت له جهدها بإبداع. الإبداع الذي هو لغة المغموسين في العطاء الإنساني اللامحدود، والمبدعين والمبدعات هم هن روح هذه اللغة وأدواتها الناطقة بالحب الإنسان العميق. هم النوارس التي استنفذت قواها لبث الأمال بغد أفضل. لعله بداية مثمرة ملتقانا الأول للفكر والإبداع، والذي يتضمن برنامجا متنوعا يمتح من مختلف الألوان الإبداعية الزاهية ويجمع بين الذات ومحاكاتها شعرا ورواية وفكرا وفنا. أيها الحضور الكرام، من أيام تم إحداث دار الشعر بتطوان، ما جعلنا نشعر أن الحمامة البيضاء لا تزال ملتقى الشعراء والأدباء والروائيين. اليوم سنكسوها شعرا في أدهى حلته مع ريحانة الشعر وسنا الشعر وسنديانتي الشعر. دعوني أستعير عبارة الكبير محمود درويش وأقول لهن: الجميلات أنتن الجميلات، نقش اليراعي على مسامع الذات. الجميلات أنتن الرفرافات، جارات قوس قزحين. مرحبا بكم في فضائنا تطوانكم. وقبل ان انقل لاقط الصوت الى الاستاذ عبد المجيد الورداني، يطيب لي ان اتقدم بعميق الشكر والامتنان لكل من ساهم بقريب او بعيد في ولاده هذا الملتقى، واخص بالذكر السيد فؤاد البريني رئيس مجلس الرقابه الخاصه طنجة المتوسط، السيد رئيس المجلس الإقليمي لعمالة تطوان، السيد رئيس بلدية وادلاو، كما أشكر الفنان مصطفى باللحمر على لوحته الإبداعية الرائعة، وأشكر كذلك الفنان حسن الشاعر على جهوداته الطيبة
وأشكركم جميعا على هذا الحضور البهي. أتمنى لكم أمسية طيبة، أمسية شهرية طيبة.